أنا معي على الهاتف دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير يا فندم، أهلا. يعني بما إنك وزيرة التخطيط لازم أسألك، الناس بتسأل هو أنا إمتى حياتي هتتحسن؟ هو أنا ليه لوحدي بدفع الفاتورة كمواطن؟ إحنا حاسين إن هناك محاولات لإصلاح مالي مهم ومطلوب وضروري، لكن لا يوازي إصلاحات أخرى. مفيش بقى كلام في الاستثمار، في التشغيل، في فتح مصانع، في تقليل البطالة. إمتى حياة الناس هتتحسن يا دكتور؟ طيب يا فندم، طبعا انا عايزه اقول انه اسهل حاجه على اي مسؤول ان هو ما ياخدش قرارات اصلاحيه، بس يبقى سهل قوي ان احنا نخلي الاوضاع كما كانت ونستمر، ويمكن ده اللي خلى النهارده يا حاج عارفه كل اجراء اصلاحي له تكلفه وله عائد، والتكلفه بتبقى دايما بتقع على المدى القصير والعائد بيجي على المدى المتوسط والطويل، فبالتالي كان سهل قوي ان احنا نكمل في عدم اجراء اي اصلاحات اقتصاديه. والحقيقه ده يمكن اللي خلى، والواحد كان دايما يقول وقبل ما اشرف ان انا يعني التحق بالحكومه كنا دايما نقول التاخر في الاصلاح الاقتصادي هيخلي التكلفه اشد يعني اعلى، وهيخلي الموضوع اكثر شده على المجتمع. فيمكن هو التأخر فيها يمكن خلى الناس حاسة، والواحد مقدر جدا ان التكلفة اعلى دلوقتي، لان احنا اتأخرنا سنوات طويلة جدا، حضرتك من اول سنة من 77 من وقت ما حصل قرار بتاع رفع بعض الاسعار، ومن ساعتها ما حدش اخذ اي قرارات اخرى اصلاحية، فالاستمرار في الوضع ده كان هيبقى صعب جدا. دي اول حاجة بس كنت احب اقولها، يعني دايما بقول او كتشبيه، عندي مريض عنده التهاب بقالنا سنين بنديله في مسكنات وفي اسبرين، ولكن عمري ما عالجته وعمري ما قررت ان انا اعالجه معالجه حقيقيه. بس فلما انا خايفه العلاج المره دي يكون الدوز عالي شويه يا دكتوره، لا فنموت العيان قبل ما نعالجه، ده اللي قلقنا. لا لا ان شاء الله. بصي حضرتك يعني الحمد لله، لو حضرتك بصيتي في كل الارقام بتاعه الربع الاخير كلها ارقام مبشره. انا عارفه ان يمكن المؤشرات الاقتصاديه لا تعني للمواطن زي ما حضرتك قلتي كده شيء، ولكن ده بيعني لما اجي افسرها النهارده واقول انه لو بقارنه بالسنه اللي فاتت انا عندي معدلات نمو 4.6، السنه اللي فاتت انا كنت بتكلم على 3.7 في نفس الربع. ده حصل نتيجه ايه؟ حصل نتيجه ان انا عندي النهارده استثمارات وعندي زياده في معدلات التشغيل. معدل النمو بالنسبه لي، ودايما اقول انا ما يهمنيش حققت معدل قد ايه قد ما تركيبه النمو دي شكلها ايه. تركيبه النمو فيها زياده في معدل الاستثمار، فيها زياده في معدل صافي التجاره، انا عندي لاول مره عندي زياده في الصادرات 23%. كل ده انعكس على ايه؟ على ان انا بقى عندي معدل بطاله منخفض. انا عارفه ان الناس خايفه النهارده وقلقانه، لان رابطه اللي حصل في الاصلاح الاقتصادي المره دي او ترشيد الدعم المره دي باللي حصل في نوفمبر. الفرق كبير قوي. اللي حصل في نوفمبر كان عندي تحرير سعر الصرف وكان اثره كبير جدا، لان حضرتك عارفه احنا كنا بنعالج اختلال موجود في هيكل الاقتصاد المصري. حضرتك النهارده كنت بتستوردي حجم كبير جدا من وارداتك، كنت بتدعمي الواردات، المستورد الواردات الاجنبيه، فما كانش ينفع ان احنا نستمر في هذا المكان. المره دي احنا بنتكلم على ترشيد على يعني مكون بسيط، وهو ترشيد جزء تاني من ترشيد دعم الطاقه. فالفرق كبير قوي بين اللي حصل كارتفاع اسعار في نوفمبر وارتفاع الاسعار اللي ممكن يحدث هذا. يعني وده سؤال مهم، يعني انتم متخيلين الانفليشن يعني موجه تضخميه هتكون بنفس الرقم؟ احنا حصل لنا موجه لا تضخميه لا كبيره طبعا، لان كان في ضريبه قيمه مضافه، كان في ترشيد، كان في تحرير، كان في ديفالويشن ورفع اسعار بالظبط، وقود وقيمه مضافه بالظبط كده. فالفرق كبير قوي عشان الناس بس تتخيل، لان الحقيقه الاقتصاد بيشتغل بالتوقعات. البرسبشن بتاع الناس عندي مهم جدا. طب فهنا مهم قوي ان انا اظبط البرسبشن ده يا دكتوره، معلش اقف هنا. اذا توقعاتكم للموجة التضخم هيزيد مثلا، احنا بنتكلم لو احنا دلوقتي كام معدل التضخم دكتوره هاني؟ احنا نزلنا ل 30، نزلنا ل 30 ونص. طيب متوقعين ان احنا هنزيد ايه؟ نبقى كام؟ يعني بنتكلم على توقعات ما بين 3 ل 4%. 3-4% فقط، مش الارقام القفزات اللي احنا نطيناها. ودي فترات قصيره، واحنا ممكن ان احنا كمان يعني احنا النهارده كان في اجتماع السيد رئيس الوزراء دعا اليه، ده النهارده في اجراءات الحكومه بتاخدها على المدى القصير عشان حضرتك تقدري تمتصي اي زياده ممكن تحصل في الاسعار، انك تزودي السلع. يعني كان سمع دخلت على حضرتك والسيد وزير، انا الحقيقه للاسف مش فاتحه التلفزيون، السيد وزير البترول معانا، البترول انا اسفه، بيتكلم على او حضرتك بتقولي ان في زياده في السلع في حدود 20%.
الحقيقه مش مفروض يحصل هذا الكلام، وعشان كده الحكومه بتطرح سلع على المدى القصير، بتطرح سلع في منافذ كثيره جدا. السيد وزير التمويل النهارده بيطرح سلع في منافذ كثيره جدا من خلال جمعيتي ومن خلال منافذ الخاصه بالقوات المسلحه والشرطه الى اخره. حضرتك النهارده في تغليظ في العقوبه بتاعه حمايه المستهلك، في المفتشين التمويل، في اجراءات كثيره جدا، بالاضافه الى يعني غرفه العمليات السيد رئيس الوزراء مع الساده المحافظين للتاكد من الرقابه واحكام الرقابه على عمليه الاسعار. في خطتكم بقى دكتوره في المرحله القادمه، بصراحه الطبقه المتوسطه، وده كنا بنتكلم عليه منذ فتره، الطبقه المتوسطه لا تلقى اي عنايه من الدوله. انا عارفه ان الدوله مهتمه بضيق مواردها انها تلحق الطبقه محدوده الدخل، لكن انا عندي طبقه متوسطه بصراحه هي دي اللي بتبني البلد، وهي طبعًا دي اللي طبعًا يعني طبعًا بتحمي الاخلاق والقيم وكل الكلام ده، دي اللي بتعلم اولادها في المدارس الخاصه والجامعات. صحيح. ماذا سنفعل لهذه الطبقه يا دكتور؟ بصي حضرتك، الاولويات الانفاق، حضرتك لو بصيتي على الانفاق وعلى الخطه بتاعه العام القادم، الخطه اللي هي السنويه حتى مش الخطه متوسطه المدى، النهارده لو الناس برضو بتتكلم، وده برضو احب ارد على الجزء ده، احنا النهارده اولويات الانفاق راح ايه، وبسمع الناس بتقول انتوا بتنفقوا على البنيه الاساسيه وما بتنفقوش كتير على الاستثمار في التعليم. احنا محتاجين الاثنين، احنا شغالين بالتوازي، ما احنا ما نقدرش عندنا خمس قروش هننفقهم في كل يعني في العاصمه الاداريه والبنيه الاساسيه وكمان على التعليم ازاي يا دكتوره؟ بس حضرتك محتاجه انك تشتغلي بالتوازي، انك تنفقي، حاجه محتاجه استثمارات ومحتاجه القطاع الخاص، واحنا حاطين له 60% من هو يشارك في خطه التنميه العام القادم. احنا النهارده هنخلي القطاع الخاص يدخل ازاي من غير بنيه اساسيه، من غير شوارع، من غير بنيه، من غير طرق، من غير كباري، من غير شبكه مواصلات جيده. هتدخلي النهارده مع الزياده السكانيه اللي عند حضرتك موجود، ازاي ما يبقاش عندك عاصمه اخرى، حضرتك عندك زياده 2.5% في معدلات السكان، ازاي من غير مكان جديد عشان يستوعب هذه الزياده؟ في نفس الوقت احنا بنصرف على التعليم، هناك 40% استثمار في التعليم، ولكن احنا يمكن اللي مختلف هذا العام ان هناك كفاءة في الاستثمار في التعليم، يعني حضرتك النهارده في شراكة مع القطاع الخاص في مدارس النيل، وهذه مدارس للطبقة المتوسطة. التوسع في المدارس اليابانية، وهذه مدارس للطبقة المتوسطة، احنا بنتكلم على مدارس، بنتكلم على حاجة في حدود من 10-15 ألف جنيه في السنة مصروفات، دي مدارس للطبقة المتوسطة. فأنا مش بس بوفر، لأنه حضرتك بصي احنا كنا سنوات طويلة جدا بننفق برضه مليارات على التعليم، ولكن حضرتك محصلة التعليم شكلها ايه في الاخر؟ فاحنا النهارده بيهمنا كفاءة الانفاق. السيد وزير التعليم مثلا بنستثمر في البرامج التكنولوجية الخاصة برفع قدرات المعلمين، لان انا يهمني المعلم، المعلم وقدرة المعلم، فده حجم وتنوع في حجم الانفاق وكفاءة في حجم الانفاق. طيب دكتورة، عشان الوقت انا بعتذر، سؤال الناس كلها بتسأله، امتى حياتي هتتحسن؟ هل السنة الجاية الوضع يكون افضل؟ قدرتي على التحمل كمواطن مش يعني ارجوكوا يعني دونت ايفر بلاش تو اوفر استيميت قدرتنا على التحمل او قدره إطلاقاً. الناس بلاش انا. لا يا فندم، احنا كمواطن، احنا كلنا مواطنين ومقدرين ان 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 تكلفه الاصلاح بتقع على المواطنين بكل فئاتهم، بكل فئاتهم، يمكن اكثر حده على المحدودي الدخل متوسطي الدخل، ولكن هي بتؤثر على المجتمع كله، وكلنا مقدرين هذا، وقلنا من الاول سنه 2017 هي سنه صعبه، لان احنا محتاجين هي اخر الاصلاحات القويه اللي هتحصل. اخر الاصلاحات القويه؟ قويه، ان شاء الله يا فندم، وان شاء الله الربع بعد الربع الاولاني تبدا الناس تشعر بالتحسن، وزي ما قلت لحضرتك في مؤشرات كثيره جدا، سواء كانت تشعر بالتحسن ازاي يا دكتوره؟ يعني يعني حضرتك الاسعار هتكون الزياده في معدلات الاسعار مش هتحصل، هيكون في زياده في معدلات، حضرتك عارفه النهارده الاستثمار في البنيه الاساسيه، الاستثمار حضرتك بنتكلم عليه سواء في الطرق او في التشييد او في الاسكان الاجتماعي، عدد الوحدات الاسكان الاجتماعي اللي تم انشائها دي للطبقه المتوسطه غير الاسكان لمحدودي الدخل. كل هذه الوحدات النهارده احنا بتتاح، كل الانفاق على التشييد النهارده كل مليار جنيه بيوفر 1000 فرصه عمل. فالحقيقه الحمايه الاجتماعيه الحقيقيه غير الزياده في مخصصات الحمايه، الحمايه الحقيقيه هي توفير فرص العمل وفرص عمل لائقه للمواطنين، وهو ده الحقيقه الهدف الاساسي. بدايه التحسن اخر الربع الاخير من 2017، يعني اديني ميعاد الربع بعد الربع الاول من 2018 ان شاء الله. بعد الربع الاول من 2018، الربع الثاني من 2018 ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. بشكرك دكتوره هاله السعيد، وزيره التخطيط.